قلته الآن بحديثك عن المجلس المحلي الذي قلتم أنه الوحيد الذي بادر إلى حد الآن بإيجاد الحلول وبالحديث عما حدث، رغم أن هذا ليس من اختصاصات. ألا تعتقد في هذا السياق أن مبادرة المجلس المحلي طرابلس يأتي تباعا بعد المبادرة الشعبية التي حدثت أمس لوقف الاشتباكات؟ أمس رأينا أن العديد من المواطنين هم الذين خرجوا حتى يضعوا حدا لهذه الاشتباكات، ولم يكن هناك أي تدخل آخر رسمي لوضع نقطة نهاية لتلك الاشتباكات التي أسفرت عن قتلى وجرحى أيضا. أي مبادرة أختي الكريمة، أي مبادرة هذه التي يقدمها المجلس المحلي؟ المجلس المحلي لم يستطع أن يقضي على الأوساخ وعلى الزبالة والقمامة التي تملأ العاصمة، كيف يمكنه أن يعالج مسائل تتعلق بالأمن القومي؟ هذه المسائل تخص رئيس الدولة وتخص أو رئيس المؤتمر وتخص رئيس الوزراء وتخص وزير الدفاع وتخص رئيس الأركان وتخص وزير الداخلية. هؤلاء الأشباح الذي كان يجب على سكان طرابلس أن يتجهوا إلى مقرهم الذي طاحت بهم. أعتقد أن المسألة أكبر من المجلس المحلي لطرابلس الذي كما قلت هو غير قادر على تسيير بعض الشؤون المحلية البسيطة. وأنت إذا ما كنت بزيارة إلى طرابلس سوف تجدين بأن هناك سلسلة لا حد لها من المأساة التي يعيشها سكان المدينة. هم لا يعيدون إلى مكانهم، أو على الأقل ينقلون حتى أعمدة الكهرباء التي تصدمها السيارات. أكثر من مرة ينزل الناس من سياراتهم لكي يحاولوا معالجة عمود صدمته سيارة واعترض الطريق. أعتقد أن المجلس المحلي عليه أن يهتم بالقضايا المحلية، وهذه مسائل تتعلق بالأمن القومي. هذا هجوم خطير، هذا اعتداء عسكري مسلح من ميليشيات عسكرية مسلحة لطالما حذرنا من وجودها، قامت بانتهاك عاصمة البلاد، بانتهاك أخطر ربما جزء في العاصمة وهو مركز المدينة الذي يعج بآلاف السكان. روعوا السكان، روعوا الأطفال، روعوا الشيوخ، هددوا المؤسسات، هددوا الوجود الأجنبي الحقيقي. أنا سمعت بأن البريتش بتروليوم وهي من كبريات الشركات البريطانية قد باتت فعلا تفكر في إجلاء موظفيها، بل ربما هي وجهت تعليمات فعلا إلى أحد مكاتب السفر لكي يبدأ في الإعداد لترحيل موظفيها الذين هم البقية الباقية ممن بقوا لكي يديروا بعض العمليات الفنية الخاصة بإنتاج النفط. ما يعني أنه حتى إذا ما عادت الحقول النفطية من جديد إلى العمل فإننا لن نجد من يشغلها ولن نجد من يقدم لها الدعم اللوجستي والفني اللازم. أعتقد أن هذه مسألة هي مسألة أمن قومي بكل ما في الكلمة من معنى. أين أنت يا زيدان؟ أين أنت يا أبو سهمين؟ أين أنت يا وزير الدفاع الذي لا أعرف اسمك؟ أين أنت يا رئيس الأركان الذي لا أعرف اسمك أو حتى شكلك أو صورتك؟ لأنني إلى الآن شخصيا لم أرك في أي مناسبة وفي أي مكان. أعتقد أن حتى هذه الجموع التي رأيتها في بنغازي وهي تهلل وهي تكبر وهي تحاول أن تستخدم الخطب العصماء ليس بهذه الطرق تحل مسألة أمن قومي ومسألة أمن مواطنين ومسألة أمن بنغازي الدقيقة. ليس بهذه الطريقة يحل اصطياد رجال الجيش ورجال الأمن في بنغازي كالأرانب. أعتقد أن المسألة كان يجب أن تبدو ضمن مؤتمر أمن قومي حقيقي تظهر فيه كبار الشخصيات العسكرية والأمنية، فعلا تضع فيه خطوط عريضة لخطة فعلا قادرة على طمأنة الناس وقادرة على فعلا إحداث أشياء ملموسة ويمكن تجسيدها على الأرض لإحداث ولو فارق بسيط في الأمن. أعتقد أننا أن نرى جمع من الناس يهتفون ويهللون ويكبرون بهذه الطريقة، لا أعتقد أن هذه ستقود أبدا إلى معالجة مشكل أمني بالعمق والخطورة التي هي في بنغازي اليوم التي ذاتها العاصمة طرابلس والتصريحات المتصلة وردود الأفعال. ونبدأ من مدينة بنغازي، حيث خرج الآن عدد من المتظاهرين أمام فندق تيبستي للمطالبة بتحقيق الأمن والأمان. في غياب كامل للسلطة الشرعية ومؤسسات الدولة الأمنية، شهدت العاصمة طرابلس ليلة حامية الوطيس أرعبت فيها النساء والأطفال، وذلك إثر اشتباكات مسلحة بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى مضادات الطائرات. للمرة الثانية خلال أسبوع تجد العاصمة نفسها على موعد مع اشتباكات ليلية عنيفة دارت رحاها بمنطقة طريق الشط بطرابلس بين مجموعات مسلحة استخدمت فيها مضادات الطائرات والقنابل والأسلحة الرشاشة والخفيفة. ليلة البارح صار في رمي تقيل اتجاه هوتيل ريتسن بلو، وكان في أسلحة تقيلة وأسلحة خفيفة، وكان في 14.5، وكان ربي عشوائي وكان شوي من جميع الجهات.
مصادر أمنية أكدت أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة مواقع في سوق الجمعة شرق طرابلس، وذلك انتقاما لمقتل أحد أفراد المجموعة خلال تبادل لإطلاق نار وقع يوم الثلاثاء الماضي. من جانبهم قال شهود عيان إن قذائف صاروخية أطلقت بالقرب من وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون، حيث سمعت أصوات لتبادل إطلاق نار كثيف في عدد من الأحياء في طريق الشط، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في إحصائيات مبدئية ارتفعت فيما بعد. جرحى اليوم ما يقارب عن 12 نفر بين فشلوم طريق الشط، منهم حالة وفاة، و11 شخص منهم موجودين تقاضوا في العلاج ومنهم نطلع يعني عادي. والوفيات حالة واحدة بس وخلاص. آخر الإحصائيات الواردة من رئيس غرفة عمليات وزارة الصحة تؤكد أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 29 آخرين. تجدد الاشتباكات هذه المرة يعيد إلى الأذهان وبقوة مدى فوضوية وخطورة انتشار السلاح في البلاد وحجم الانفلات الأمنية الذي تعيشه خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تفاقم في ظل الغياب الكامل للحكومة المؤقتة واللجان الأمنية وغرفة الثوار والمؤتمر الوطني. فمن سينقذ البلاد من الانحدار نحو الهاوية؟ هذا وطالب السادات البدري رئيس المجلس المحلي طرابلس بإخلاء مدينة طرابلس من كل المظاهر المسلحة. ودعا رئيس المجلس المحلي طرابلس في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل مع عدد من الشخصيات إلى استمرار الحراك الشعبي من أجل توفير الأمن والأمان في المدينة. هذا وأكد على ضرورة السير بسرعة نحو المصالحة الوطنية والحوار، وأن المجلس على تواصل مع جميع الأطراف. من جهة أخرى أكد محمد إدريس المغربي رئيس مجلس حكماء ليبيا على أهمية العاصمة الليبية طرابلس بالنسبة لجميع الليبيين وضرورة إخلائها من المظاهر المسلحة، وذلك بتوفير كافة التشريعات والقوانين التي تضمن ذلك. هذا ودعا المجتمعين إلى ضرورة تنفيذ القرار رقم 27 الخاص بإخلائها من المظاهر المسلحة. هذا وكان مشاهدينا قد عاد الهدوء اليوم إلى طرابلس بعد مقتل شخصين وجرح 29 آخرين إثر اشتباكات مسلحة في المنطقة الواقعة بين القبة الفلكية وجسر الودان، ولم يتوقف تبادل إطلاق النار الكثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجانبين إلا بعد خروج أعداد كبيرة من أهالي منطقة الظهرة وزاوية الدهماني وفشلوم وشارع عمر المختار والمنصورة أيضا إلى مكان الحادث والاشتباكات. وللحديث أكثر حول هذه الأحداث وما تلاها من ردود فعل معنا عبر الهاتف من طرابلس عز الدين عقيل محلل سياسي، أهلا بك. أهلا بك أختي الكريمة. أهلا بك سيد عز الدين، أولا نود أن نأخذ منك تعليقا حول الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس. أعتقد أنه ليس لدي ما أضيف أكثر مما قلت سواء حضرتك أو التقرير المصاحب للخبر، ولكن ربما ما يهمني في البداية هو أن أتقدم للشعب الليبي بمواساتي القلبية العميقة. نعم. على هذه الأحزان والفواجع التي باتت تحاصره من كل حد وصوب، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تعتقد سيد عز الدين أن ما حدث الأمس من اشتباكات هي حادثة عرضية أم أنها بداية الانفلات الأمني الرسمي في مدينة طرابلس، خاصة عندما ننظر إلى التطورات التي تحدث في بنغازي يوما بعد يوم؟ ما حدث سبب فيه أن البلاد تقودها عصابة، أنه ليس هناك في الدولة سلطة سياسية مركزية. وفي أين هم المؤتمر الوطني العام؟ أين رئيس المؤتمر الوطني العام؟ أين رئيس الحكومة؟ أين رئيس الدفاع؟ أين رئيس الأردن؟ أين وزير الداخلية؟ أين هؤلاء اليوم؟ هل هؤلاء فعلا مسؤولين في هذه الدولة؟ هل نحن لم تمتلك سلطة سياسية فعلا مركزية في البلاد تتكون من هؤلاء الأشباح؟ أعتقد لم نسمع أي صوت منهم. رأينا المجلس المحلي في طرابلس وهو آخر مؤسسة يمكن أن يكون من اختصاصها هذا الأمر، هي التي تحاول أن تباشر وهي التي تحاول أن تظهر وسط هذه الأحداث، مهما كانت جهودها فهي مقدرة، ولكن لا أعتقد أن هذه المؤسسة لها علاقة إطلاقا بهذا الأمر. هذا انتهاك لأمن عاصمة البلاد، هذا انتهاك لأخطر نعم سيد عز الدين. نعم سيد عز الدين عفوا،
عفوا على المقاطعة سيدي، ولكن فلنبقى في سياق ما قلته الآن بحديثك عن المجلس المحلي الذي قلتم أنه الوحيد الذي بادر إلى حد الآن بإيجاد الحلول وبالحديث عما حدث، رغم أن هذا ليس من اختصاصات. ألا تعتقد في هذا السياق أن مبادرة المجلس المحلي طرابلس يأتي تباعا بعد المبادرة الشعبية التي حدثت أمس لوقف الاشتباكات؟ أمس رأينا أن العديد من المواطنين هم الذين خرجوا حتى يضعوا حدا لهذه الاشتباكات، ولم يكن هناك أي تدخل آخر رسمي لوضع نقطة نهاية لتلك الاشتباكات التي أسفرت عن قتلى وجرحى أيضا. أي مبادرة أختي الكريمة، أي مبادرة هذه التي يقدمها المجلس المحلي؟ المجلس المحلي لم يستطع أن يقضي على الأوساخ وعلى الزبالة والقمامة التي تملأ العاصمة، كيف يمكنه أن يعالج مسائل تتعلق بالأمن القومي؟ هذه المسائل تخص رئيس الدولة وتخص أو رئيس المؤتمر وتخص رئيس الوزراء وتخص وزير الدفاع وتخص رئيس الأركان وتخص وزير الداخلية. هؤلاء الأشباح الذي كان يجب على سكان طرابلس أن يتجهوا إلى مقرهم الذي طاحت بهم. أعتقد أن المسألة أكبر من المجلس المحلي لطرابلس الذي كما قلت هو غير قادر على تسيير بعض الشؤون المحلية البسيطة. وأنت إذا ما كنت بزيارة إلى طرابلس سوف تجدين بأن هناك سلسلة لا حد لها من المأساة التي يعيشها سكان المدينة. هم لا يعيدون إلى مكانهم، أو على الأقل ينقلون حتى أعمدة الكهرباء التي تصدمها السيارات. أكثر من مرة ينزل الناس من سياراتهم لكي يحاولوا معالجة عمود صدمته سيارة وعطلت الطريق. أعتقد أن المجلس المحلي عليه أن يهتم بالقضايا المحلية، وهذه مسائل تتعلق بالأمن القومي. هذا هجوم خطير، هذا اعتداء عسكري مسلح من ميليشيات عسكرية مسلحة لطالما حذرنا من وجودها، قامت بانتهاك عاصمة البلاد، بانتهاك أخطر ربما جزء في العاصمة وهو مركز المدينة الذي يعج بآلاف السكان. روعوا السكان، روعوا الأطفال، روعوا الشيوخ، هددوا المؤسسات، هددوا الوجود الأجنبي الحقيقي. أنا سمعت بأن البريتش بتروليوم وهي من كبريات الشركات البريطانية قد باتت فعلا تفكر في إجلاء موظفيها، بل ربما هي وجهت تعليمات فعلا إلى أحد مكاتب السفر لكي يبدأ في الإعداد لترحيل موظفيها الذين هم البقية الباقية ممن بقوا لكي يديروا بعض العمليات الفنية الخاصة بإنتاج النفط. ما يعني أنه حتى إذا ما عادت الحقول النفطية من جديد إلى العمل فإننا لن نجد من يشغلها ولن نجد من يقدم لها الدعم اللوجستي والفني اللازم. أعتقد أن هذه مسألة هي مسألة أمن قومي بكل ما في الكلمة من معنى. أين أنت يا زيدان؟ أين أنت يا أبو سهنين؟ أين أنت يا وزير الدفاع الذي لا أعرف اسمك؟ أين أنت يا رئيس الأركان الذي لا أعرف اسمك أو حتى شكلك أو صورتك؟ لأنني إلى الآن شخصيا لم أرك في أي مناسبة وفي أي مكان. أعتقد أن حتى هذه الجموع التي رأيتها في بنغازي وهي تهلل وهي تكبر وهي تحاول أن تستخدم الخطب العصماء ليس بهذه الطرق تحل مسألة أمن قومي ومسألة أمن مواطنين ومسألة أمن بنغازي الدقيقة. ليس بهذه الطريقة يحل اصطياد رجال الجيش ورجال الأمن في بنغازي كالأرانب. أعتقد أن المسألة كان يجب أن تبدو ضمن مؤتمر أمن قومي حقيقي تظهر فيه كبار الشخصيات العسكرية والأمنية، فعلا تضع فيه خطوط عريضة لخطة فعلا قادرة على طمأنة الناس وقادرة على فعلا إحداث أشياء ملموسة ويمكن تجسيدها على الأرض لإحداث ولو فارق بسيط في الأمن. أعتقد أننا أن نرى جمع من الناس يهتفون ويهللون ويكبرون بهذه الطريقة، لا أعتقد أن هذه ستقود أبدا إلى معالجة مشكل أمني بالعمق والخطورة التي هي في بنغازي اليوم. نعم، واضح سيد عز الدين، تحدثتم أنه من المفروض ومن الحلول هو عقد مؤتمر أمن قومي يجتمع فيه كل الوجوه وكل الأطر السياسية والحكومية المعروفة. هذه الأطر صمتها الآن، عدم وجود أي رد فعل، عدم تدخلها بعد هذه الأحداث وبعد أحداث الأمس بالخصوص. سيد عز الدين، إلى ما ترده؟ هل هو عاجز عن حل المشكل الذي يتفاقم يوما بعد يوم؟ هل هو انعكاس لانفلات الأمن من بين أيدي الساسة أو غيرها من التحاليل والتفسيرات الأخرى؟ إلى ما ترده أنت؟ الميليشيات التي رأيناها تتقاتل في طرابلس، والميليشيات والجماعات الإرهابية التي تقتل الناس في بنغازي أمراؤها ورؤساؤها يقبعون في هذه السلطة اللعينة. سلطة المؤتمر الوطني العام والحكومة هي مكتب سياسي لدعم وتسمين وتعظيم وتقوية هذه الميليشيات والجماعات المسلحة اللعينة. هذه السلطة السياسية التي تقودنا هي اختزال طبيعي لكل هذه الأطراف. هذه ليست سلطة سياسية من أجل الليبيين، هؤلاء أمراء الحرب
اولئك الاشخاص الذين يملكون هذه الميليشيات عبأوا انفسهم في هذه السلطه السياسيه التي لا اعتقد انها تمثل الليبيين، واعتقد ان هذه المواقف وهذه الاختفاءات وتحولهم الى اشباح في مثل هذه الظروف وهروبهم خارج البلاد وافتعالهم لزيارات خارجيه كلما الم بالبلاد مصيبه يدل على ان هذه عصابه، هذا محفل ماسوني، هذا مكتب سياسي يدير شؤون الميليشيات والجماعات المسلحه، واعتقد انه يمثل المشكله ولا يمثل الحل. نعم سيد عز الدين، حسب رأيك ما هي، لماذا، ما هي الفائدة وما هو هدفهم؟ إن تبعنا طبعا ما كنت تقوله من تحليل، وإن تعمقنا في النظر إلى نظريتك التي تقول أنهم هم من يقودون فعلا أو يتسترون أو هم السبب المباشر لما يحدث الآن من انفلات، لماذا يفتعلون كل هذا الانفلات الأمني؟ ماذا يمكن أن يكون ربحهم من وراء فرض الانفلات الأمني، من وراء التسبب في اغتيال وفي قتل مواطنين أبرياء؟ لماذا، ما سيكون ربحهم من جعل الليبيين يتقاتلون بين بعضهم البعض؟ الفائدة في تعطيل الاستقرار وغياب المؤسسات الرقابية هي في سرقة المال العام الذي يسرق هو الآن بالملايين. الفائدة في تعميق وضع الانفصاليين اليوم، الانفصاليين اليوم لديهم امتداد في المؤتمر الوطني العام ولديهم امتداد في الحكومة، هناك من يبني لهم حتى دخولهم، حتى تلك الرشوة هي أدارها أشخاص في المؤتمر الوطني العام وفي الحكومة من أجل توفير امدادات مالية لهؤلاء الناس حتى يستطيعوا الصمود ويستطيعوا الاستمرار في احتلال المنشآت النفطية إلى حين استخدامها لابتزاز الدولة لفرض الدستور الاتحادي. هؤلاء منهم من أشخاص متطرفين فعلا هم الذين يقفون وراء تمويل الجماعات المتطرفة التي تحاول الآن أن تفرض شكل وصورة وآلية لنظام الحكم. أعتقد أننا سنواجهها بشكل كبير فور محاولتنا إنتاج دستور مدني يعبر عن كل الناس. أعتقد أن هؤلاء الناس الآن يعملون على الأرض، يعني إنتاجهم مستمر، إنتاجهم ممثل في الجماعات الانفصالية التي نراها في كل مكان، إنتاجهم ممثل في سرقة المليارات التي ضاعت على الدولة، إنتاجهم في هذه المدن التي نراها قد أغلقت على أطراف معينة وباتت مدن مقطوعة أوصالها عن 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 الوطن بشكل كامل. هذه الجماعات الآن تحاول أن تكون بديلا للدولة من خلال استغلال موارد رئيسية كان يجب أن تعود إلى الدولة، موارد المواني، موارد المطارات، حتى مواني مواقف السيارات الآن تذهب إلى جيوب هؤلاء، ليس هناك أي وجود للدولة. أعتقد أن المسألة تحولت إلى مصالح أفراد. نعم، وما هو الحل؟ الحل سيد عز الدين، نعم، السلطة السياسية. الحل هو في 9 نوفمبر. الحل هو في أن تغرب هذه المؤسسة السياسية عن وجوه الليبيين وأن يجد الليبيون بديلا لها. نعم، في اجتماع المجلس المحلي طرابلس منذ قليل وفي النظر لبعض الحلول لهذا الانفلات الأمني ولهذه الاشتباكات خاصة بعد ما حدث أمس، تحدث السيد سادات عن إخلاء طرابلس من كل المظاهر المسلحة وتفعيل القانون الذي قانون 27 الذي يدعو إلى هذا. ما هو رأيك؟ هل يمكن أن يمثل هذا حلا؟ أتمنى أن يستطيع رئيس المجلس المحلي طرابلس أن يضمن أنه سيعود إلى بيته حيا، أو أنه عندما يأتي غدا من بيته إلى المجلس المحلي أتمنى أن يكون ضامنا فعلا إلى أنه سيصل حيا. لا أعتقد أن هذا الرجل من اختصاصه أن يقدم أي ضمانات للأمة، حتى السيد مدير إدارة أمن طرابلس الذي نحترمه ونجله والذي قال بأنه يطمئن الليبيين أنه ابتداء من الأسبوع القادم سوف تنزل قوات الأمن إلى الشوارع. للأسف الشديد هذه النكتة السمجة قد أضحكتني. أعتقد أن الذي عجز أن يكون متواجد الليلة البارحة في شوارع طرابلس، في قلب شوارع العاصمة التي تمثل هوية الدولة، الذي عجز ونام في بيته ونام قواته إلى جواره وترك الميليشيات والجماعات المسلحة ترهب وتروع على هذه، لا أعتقد أنه قادر على توفير الأمن بعد أسبوع من الآن. أضحكتمونا أيها الناس. نعم سيد عز الدين، لكن فلنكن واقعين قليلا، إن لم يكن المجلس المحلي قادرا على القيام بمبادلة أو اقتراح أي شيء، شعبيا الناس أقصى ما وصلت إليه أمس هو الخروج إلى الشوارع تذمرا مما يحدث من اشتباكات ومحاولة الضغط على المشتبكين لإيقاف هذا. من جهة أخرى الحكومة صامتة، أن المسؤولون حقا عن وضع حلول وعن إيقاف مثل هذه الأشكال من العنف هم غائبون إلى الآن.
تماما. إذن بين صمت الطرف الهام وبين عجز الآخرين وبين عدم مسؤولية الآخر، ماذا يمكن أن يكون الحل المؤقت على الأقل في انتظار خلق منظومة أمنية قوية، في انتظار تغيير الناس الذين لا يقدرون إلى الآن تولي مسؤولياتهم كما يلزم، في انتظار الحلول الجذرية، ماذا يمكن أن يكون الحل المؤقت حتى لا تحدث مثل هذه الاشتباكات على الأقل في الأيام القادمة؟ منظومة الأمن القومي هي عمل تكافلي مؤسسي جغرافي، يعني لازم تكون عندك مؤسسات أمنية ومؤسسات عسكرية محترفة منتشرة في كل المدن يربطها تعاون تكافلي دقيق. هناك مؤسسة المخابرات العسكرية، هناك مؤسسة المخابرات العامة، هناك إدارات الأمن التخصصي التي تكافح الجريمة المنظمة والتي لابد أن تجد صلة بين ما يجري وبين الجريمة المنظمة لأن هناك صلة كبيرة. هناك إدارة البحث الجنائي اللي مفروض عندها فروع في كل مكان. هذه المؤسسات كلها لابد أن تكون موجودة ولابد أن تكون موزعة على المستوى الفني الشرفي وعلى المستوى الجغرافي وعلى المستوى المؤسسي، ولابد أن يكون هناك تعاون وثيق بين هذه المؤسسات حتى تستطيع أن تحاصر حجم الشر. كل الميليشيات المسلحة، كل الجماعات المسلحة المجرمة التي ارتبطت اليوم بمافيا إقليمية وارتبطت اليوم بجماعات إرهابية متطرفة على مستوى امتداد الإقليم، لا يمكن أن نقاومها بهذه المظاهرة التي رأيتها الآن في بنغازي من مجموعة من الأشخاص الذين يتبادلون الخطب الأسماء، ولا يمكن لمجلس محلي عاجز عن استبدال عمود نور أو عن حمل جملة من أكياس القمامة من أمام مدرسة أو مسجد، لا يمكنه أن يحل هذه القضية. هذه القضية لا تحل إلا بالجيش، لابد من عودة الجيش، والجيش لن يعود إلا بخروج الشعب الليبي بالآلاف وفرض الجيش على هذه الميليشيات والجماعات المسلحة. لابد من أن تغادر مؤسسات الجيش، لابد من أن تغادر معسكرات الجيش، لابد من أن تغادر قواعد الجيش، لابد من تمكين الجيش الليبي. ونحن لدينا جيش عمره 70 سنة لا زال قادر، فيه الآلاف من الخبرات، فيه الآلاف من القيادات المهمة، لابد من تمكين هذا الجيش من العودة. وطالما أن هذا الجيش لم يعد ستظل أيام الليبيون ولا نريهم أسود من قبل الخروب، ولن يكون هناك حل لا عن طريق المجلس المحلي طرابلس ولا عن طريق مجلس الأمن ولا عن طريق الأمم المتحدة ولا عن طريق الناتو. نعم، إذن هل تعتقد سيد عز الدين في هذا الإطار وفي آخر ملاحظة قلتها أن الأمر يمكن أن يتصاعد أكثر فأكثر على المستوى الأمني داخل العاصمة؟ نعم بالتأكيد، الوضع متجر. هناك حتى تحالفات الآن من أجل حرب أهلية في البلاد. أنت تنظرين الآن إلى محاولة حتى الانفصاليين الذين حتى الخرائط الرسمية لتلك الأقاليم التي أقامها الاحتلال الإيطالي والفرنسي والبريطاني لم يحترموها. أعتقد أن هؤلاء الناس الآن يستفزون الأمة بشكل خطير. هناك تحالفات الآن قبلية، كل طرف الآن يحاول أن يقيم جملة من التحالفات القبلية. هناك الآن حملة شراء سلاح مرعبة من الأطراف العدة. إنهم يعدون البلاد للذبح، إنهم يعدون البلاد للذبح، وعلى الليبيون أن ينتهوا إلى أنهم قد ينتهي بهم المطاف لاجئين كما هم السوريون أو حتى لاجئون كما هم الفلسطينيون في بلاد العالم. عليهم أن ينتبهوا، إنهم الورقة الأخيرة، إنهم الحل الأخير. عليهم أن يخرجوا ويعيدوا جيشهم إذا أرادوا إعادة الاستقرار والأمن لبلادهم، غير هذا لا يوجد حل. واسمحي لي أختي لأنني مرتبط. نعم، إذا أنت تعتبر أن هذه القضية لا تحل إلا بالجيش وأن على الشعب أن ينادي الجيش للمسك بزمام الأمور. خلافا للشعب، من يمكن أيضا أن يدعو وأن يعمل على هذه النظرية وعلى عودة الجيش بطريقة سليمة، عودة الجيش الليبي ليمسك بزمام الأمور؟ من هي الأطراف الأخرى التي تواجه لها الخطاب سيد عز الدين؟ لا أعتقد، السلطة السياسية الآن هي المسؤولة أمام الأمة. السلطة السياسية هي التي تملك القدرة على التواصل الدولي، هي التي تملك القدرة على التواصل مع مجلس الأمن، مع دول الاتحاد الأوروبي، مع دول الإقليم، هي التي تملك مع الدول الصديقة التي يمكنها أن تساعدنا في إعادة بناء جيشنا، في إعادة جمعه من جديد، مثل تركيا، مثل ماليزيا. السلطة السياسية هي التي تتحمل كافة المسؤولية. نحن لم نأتي بجدان ولم نأتي بنور مسهمين لكي يتمتعوا بالمعيشة داخل القصور، لم نأتي بهم لكي يذهبوا بأبنائهم ليعيشوا في فرانكفورت وفي بون وفي لندن، بينما هم يضعون قوارب نجاة لهم على سواحلنا حتى إذا ما خر علينا السقف يحققون إليها ليفلوا خارج البلاد. أعتقد أن هؤلاء لم نأتي بهم ليسيروا فقط على السجاد الأحمر،
السجاد الاحمر عليه استحقاقات، عليهم ان ينتبهوا، واعتقد انهم فشلوا، واعتقد ان على الشعب الليبي ان يوصل اليهم رساله واضحه وصريحه بانهم فشلوا، وان افضل نعم. شيء يفعلون هو ان يصبروا على وجودنا. نعم سيد عز الدين سوف وقتي واسمحي لي عندي ارتباط. ونحن ايضا نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله. السيد عز الدين عقيل عبر الهاتف كنت معنا المحلل السياسي.